الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، هل لا بد أن يقع هذا الصيام في أيام الحج؟ هل لا بد أن يقع صيام كفارة المحظور في أيام الحج أم لا بأس بتأخيره؟ الجواب المتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على إيش؟ على إطلاقه، ولا يجوز لأحد أن يقيد شيئا من مطلقات الدليل إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو صم ثلاثة أيام، ولم يقل في الحج، فلو أن الشارع أراد إيقاعها في الحج لبين، لأن هذا هو وقت البيان. والمتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو أنه أوقعها في الحج فهذا هو الأفضل ولا جرى، ولكن لو أنه أخرها إلى ما بعد الحج لا سيما إذا دعت الظروف أو الحاجة إلى هذا التأخير فلا نرى في ذلك بأساً.